تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم. أولين أولين أولين. منطقة الجنوب، وأنا في طريقي إلى الجزائر العاصمة، وتلاقيت بهذا الطفل. الضحكة تاعو اللي باين على وجهه بلي إنه سعيد لأنه راه يتجول مع العائلة تاعو، وسعيد لأنه ما يهموش ما هي السيارة اللي وراك فيها قد ما يهمو أو تهمو الجولة اللي روح جولة عائلية. خديت الصورة هذه لأنه تفكرت حتى أنا كي كنت صغير، وكان الأب تاعي كان كي قلنا نخرجوا، الطفل هذا وراني بلي كانت عندي بالك نفس البسمة اللي في وجهه. جولة عائلية ماهيش كيما تاع زمان، بصح الطفل هذا خلاني نولي لزمان. عمر صفوان مصور. تابعتم ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم.